والله اسمعوا بعد هذا القصر هذا اقعد معكم شويه يعني بدون قصات. كيف حالك يا بلال؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. اه ماشي حبيبي، خليك تحكي معهم شوي. احسبيني مش قصد، احسبيني احكي. يلا احكي معهم. لا 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 لا, لا. ما بقدر انا وياهم، في بيننا حكي ما بنفع ما انا ما انا كمان من متابعينك يعني. ما هو اوكي وانا كمان متابعينك بس ما بنفع يعني، عرفت انه هيك يعني انا هيك يعني. المهم اسمع، تلعب جولة احكام لطيفة. انا يعني والله هيك انا حبيت عليك، ما انا اقدر نحكم عليك يا سالي. ما احسنك والله، انا ما اقدر والله ما احكم عليك. في انا 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 يعني احكم على سالي كيف؟ أسر العائلة من الأردن. الله يسعدك. إيش تسوي؟ إيش؟ بلال الله يسعدك يا بلال. كم عندي؟ شو؟ شو قلتي؟ إيش؟ بحكي لك الله يسعدك يا بلال. لا الله يسعدك أنت. آه أنا كل ما أدخل معك أتذكر منصف أم عدية، مش عارف ليش. خلاص بس تيجي بخلي كمان أمي تعزمك على منصف. اه ان شاء الله والله راح نيجي الاردن ان شاء الله. اعملوا لي منصب وشوفوا لي يعني مكان في الطريق انام فيه يعني عشان اتنسم. اوكي ماشي ان شاء الله. تسلم. انت حابه تلعب جوله؟ تحب حليكي والله عادي، لان عندي كثير العب معهم، عندي كثير بنات هيك 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 طالبيني طالبي هيك يطلبوا فيا. ما فهمت يعني انت حابه تلعبي جوله ولا بخليكي تحكي مع جستا تحكي مع التعليق؟ لا عادي جوله جوله عادي. يلا جوله. ما نحبش نكون ثقل عليك. شو رايك نحكي في الجوله؟ شو رايك نحكي؟ اه نحكي. اه يلا ما فيش مشكله. ايش اخبارك انت؟ طمنا عنك ان شاء الله تمام، ان شاء الله بخير. بلا شو في اشي على لسانك؟ اعترف. في شو؟ في اشي حكي على لسانك؟ حكي شو معناه؟ بيحكوا انه انت حبيب جودي. جودي؟ اعترف مين جودي؟ والله شوف جودي احنا اصدقاء فاهمة؟ شكلك بتحب. لا 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 عادي احكي الصراحة اذا بتحب احكي عادي. احنا يعني باينة في عيوني؟ طريقة تفكيرنا متفتحة. البنت قمره كتير حلوة بصراحة، انا شفتك حاط صورتهم كانت حلوة البنت، فإذا أنت بتحبها اعترف، إحنا بنحب الاعترافات. شوف والله أنا بعترف لك ما فيش حتى مشكل، مش حكاية حب يعني، هي سايرة سالي عارف شو يعني. العلاقة في أولها ما زالت أسبوع يمكن 8 أيام 9 أيام، فصار إعجاب يعني من كلا الطرفين يعني. الاثنين انعجبنا ببعض. فمش عارفة، فهي تقول لي يعني يحبك وأنا أقول لها أحبك وحشتيني وتقول لي أصدقاء إحنا مش عارفين فاهم؟ ما ده ممكن يكون بس على فكرة كتير لبقين لبعض والله. آه لبقين. آه والله لبقين لبعض. والبنت بصراحة لعبة لعبة؟ يعني كتير حلوة، يعني قد ما هي حلوة زي كأنها لعبة. آه لعبة تشيخ أكثر من لعبة هي. أنت لما لما تحكي معها تشيخك أكثر من تلعبي لعبة يعني. احنا في تونس عنا لعبة. لا قصدي لعبة يعني باربي قصدي. ايه عنا لعبة في تونس حاجة مش فرمال لعبة فاهم؟ شكون يضحكوا الكل باللي عندك هذي بازم كيف لعبة تاريس سميرة ذي سميرة كيف كيف طلعت مع عمار كريمة ذي. خلي تطلع مع عمار وتطلع مع اي انسان راح ميسيرس، خلي تلعب شباب كفاية خناقات وكفاية فهمتي سالي يعني اصدقاء. ممكن انا بكرة تعجبني بنت اخرى ونعجب فيها، يمكن هي جودي لعبة معناها قمة الجمال زيك بالضبط. تقول هي زي. الله يسعدك والله يا بلال. يعني انا ما عاد احكي مع حدا طفلة لانه عندي جودي. شو اه انت يعني خلص يعني حددت موقفك انه انتو هل اصدقاء ما بتحبها يعني خلص. لازم انت مش اسمع اسألك بالله اسألك بالله انت تحبيني ولا لا؟ طبعا وانا احبك زي بالضبط، لكن هي اقرب مني اكثر منك انت يعني هي اقرب فاهم؟ فاهمه الاشي فاهمه. اه احبها واحس معها في حاجات واغني والعب وكل شيء، لكن مش عارف والله ما نحبش يعني احبها. فهمت عادي زي انت والناصر بالضبط زي انت والناصر.
يزن الله يجيب الخير، وإذا كان لكم نصيب مع بعض إن شاء الله الله يجمعكم مع بعض. أمين. والله بالله يعني يا جماعة أنا قاعد بربط الناس ببعض وأنا مسنجل. مسنجل؟ طبعا. شو بالله عليك يا سري، شو حكاية ناصر؟ احكي لي شو حكاية ناصر. والله والله إنه يعني عادي يعني. كيف أنت هلا حكيت، كيف حكيت لي هلا أنت عن هاي نفس الإشي؟ أنا يعني بحب ألعب مع ناصر أكتر حدا، بس والله فيش إشي. حلو والله ناصر راهو كتير كيوت، لكنه في يوم من الأيام بالله عليك ناصر أقرب شخص إلي في التيك توك، يعني أنا بحكي ناصر أقرب شخص إلي عندي. أي أنا وجودي بالضبط. وبرا التيك توك أنا بحسه حدا منيح. بالله سالي توصلي له موضوع يوم فما ناصر يوم طلع معايا. كمل اشكر الدامي مش. لا لا كمل عادي عبد الله. الله يسعدك. الله يسعدك يا عبد الله. يوم ناصر طلع معايا نزلني، تعرف ليش؟ لانه ما عنديش كتير مشاهدات. اه والله لا مستحيل ما بعرف اقسم بالله. وعمل صوره والله. أخوكي بالألوان، بالألوان تعدى صاحبي من تاني من ناحية مريول يعني وتعدى، فهو دخل بها دخلة ونزلني، فحلفت ما عاد أبعت له ولا أطلع معاه أبدا لما يصير. إلا ناصر والله مستحيل ناصر، مستحيل ناصر يعمل هيك. أنا بحكي لك ناصر ما في زيه في هاي المواضيع مستحيل. حتى أنا مزح معك ترى هو يحب المزح. ناصر ما بعرف والله بتعرف أصلا مو كتير بحبك والله. ماشي راح يصيروا عندي نسبة مشاهدات كثيرة إن شاء الله وما راح أطلع معهم. لا لا ما تحب. ما في بينكم أنتوا هيك إشي أصلاً. أنت ما شاء الله يعني عليك وناصر ما بفكر في هاي الطريقة. شكرا شكرا عبد الله وبلا. أنت يا عمري يا عمري والله فديتكم يا ربي محلاهم. ترى بمزح معك والله والله بلا لا تزعل لا تأخذ يعني. ناصر كتير حدا بعزك وبحبك والله. بعدين يمكن عشان ما ينحضر يعني فهمت. شكرا شكرا الله يسعدك. شكرا شكرا. اي انا تقريبا حضرت كأنه بلال علق. لا لا معك الحكم الاول سهل. علق ناصر قلبه ابيض. انت مش لازم تزعل منه والله. لا مش والله ما زعلت منه حبيبي ناصر وكل شيء، لكن احب ارده يعني ارده لنفس الشيء ماشي. لا لا هو مش خاص. مش يعني يوم فتحت كانوا يتفرجوا فيه 500 وبعدين 1000 وعندي توا ثامن يوم صاروا يتفرجوا فيه ما شاء الله 20000. بكرة يصير 50000 ونفسه إن شاء الله. لا اسمع الحكم إنك تسامح ناصر من قلبك. لا 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 ما رح أحكمك حكم ثاني. الحكم الثاني إذا ما رح تنفذه انتهى اللي بيننا. آمين. والله مسامح نحبه. وأنا ناصر أحبه يضحكني كثير كثير، كنت من أكثر الناس متابعين وكان بسمعه. هو أصلاً هو بلال بلال أنا كنت في البث وقتها وهو انحضر عشان صاحبك طلع ملابس. لا مستحيل والله انحضر. انحضر كيف هذا كذب يا سالي؟ كيف ثلاث أيام انحضر مالك؟ مش علي أنا لا ما هي. كيف هو انحضر وأنا انحضر كيف هو انحضر وأنا انحضر؟ لا إله إلا الله. تعرف ليش نحضر هو؟ لأنه جبت موضوع متاع موضوع جبته هو تكلم فيه ممنوع يحكي فيه لأنه صديق العدد. أنا ما بعرف ليش نحضر، بس الموضوع تبعك هو مش قصده فيه. حسيره ناصر حبيبي وحبه كثير، لكن ما عاد ألعب معه لأنه حدا اللي لما يصير مشهور راح يبعث لي وتعرفش أعمل له هيك إلغى إلغى. حلو حلو الله يسعدك يا بلال. دير بالك نشوفك على خير. باي باي. حلوة سالي والله حلوة. انتو زمان بلال دخلنا عند وبالبث مباشر وقال مش متعمد. بن عربية يا مرسية ساعة شبيت مش تعال نلعب ويا ديانا. بلال ان شاء الله طيب. بلال ان شاء الله طيب. ان شاء الله تمام. كيفك اخبارك؟ الحمد لله اخبارك ان شاء الله دوم يا رب. نلعب جولة على الخفيف. يلا اوكي يلا اللي عندي هنا الطناخة اوكي لازم هنا نفوز.
انا برايي اني اسكت. شو برايك شو؟ اني اسكت. لا بمزح والله. من شويه كانت قهوه وقويه هذه الجوله بعد. هذه قهوه وسط. اوكي. بالعافيه بالعافيه. الله ولا وكل الاذان باذن. ايش الباب؟ من بعد الحرمان العيون يا اخي تكبيس يا اخي تكبيس كلكم تكبيس. انت حب بيناديني انت عيني بتغفيني انا كيف بدي. عندي اذان خلي عندك غنى راح اعمل لك ميوت. خلي خلي خلاص طفيت. اه والله اوكي. ايه ويلكم اللي انضموا ويلكم. اوكي لا عندي تكبيس. اخباركم ان شاء الله طيبين. اوكي ويت ثانك يو شكرا يا عم ويلكم. شوف انا بضيفك عشان بلعب معك. طيب ما تحبوا انتم اكثر ناس قولي اي ولا ليه الاولاد مش 3000 واحد و400 بالبث يقولوا كيف هضحى ان شاء الله بخير. حطوا نقطه نقطه الناس كل خويا ما سكرش ما تحطوش نقطه 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 مسكر ولا ليه ما تسكرش كيف هضحى بالبيت منين ان شاء الله دوم يا رب. دبر شباب دبر دوناتك يا متسكر سكر تكبيس شدوا على الدبل وانا الدبل حلو. يلا يلا بعد في ناس كتير متحبنيش نسكر. يلا انتوما شباب قولي سكر سكر حل حل وش وش اخوي لك انتوما انا تكبيس شباب تكبيس ورودك. اوكي اوكي يلا نجيب الله مطر نفوز نفوز عندنا امل عندنا امل. يلا سهرين فر ماذا؟ يلا اوه ولما ما صوتك ايه اوكي بس تفك كاميرا ولا بس صورة؟ لا لا شوفت لي يا حديدي ديانا؟ نعم يقولوا لي انت بتغني. انا ايه بغني صوت حلو هيك وهيك ليش لا؟ ايه عايش كريكم تكبيس والله عندهم تشابه ما شاء الله اخواتي يعني يتشابهون صح؟ في اخوات ما يتشابهون ترى ترى شرف الدين اهم لما بشوف ما بقيتش عارفه عرفش ليه حبي لا تتمسخروا. اوكي بلال نعم اذا فيت شو راح تحطيني احكام؟ لما تكتب عليك بنت حلوه يا عمري الله الله يسعدك يا رب. اوكي عادي روح لا ما تغني يعني تغني لنا لو تحبي تغني ما تحبي ايش مش مشكله. لا تذكريني بالموضوع لو سمحتي عشان ما عيني تصيح الان لا تذكريني بليز. انت بعدك بتحبيني اسكتي بليز. صح يا فهود والله والله يا بلال ليش شرف صرت من اصدقائي انت وبطلع معي جولات والله ليش شرف. شكرا اللي انضموا ويلكم ولما اسمع صوتك حدي صوتك بتوعي فهد كده يا طيبة فهد انت ما لاحظت يمكن المرة الثالثة صار والله العظيم راح اتخطى راح اتخطى اليوم شفتوا اليوم قلت هذاك باتمان سخيف شوف شو صار قلت ما عجبني اسكت انت اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت اوكي تمام اخواتي راحت
ديك. وانها تراها.